تفسر بإيه غياب الزملاء النجوم عن حضور العزاء والجنازة؟ لا تعليق. اللي يشوف كم رسائل العزاء على وسائل التواصل ما يشوفش كم الحضور، سواء في تشييع الجنازة أو في الدفنة أو في العزاء النهاردة. أنا كتبت رسالة على الصفحة بتاعتي، قلت كده، قلت: لكن لا يا شيرين، وربنا يجعل كل لحظة ألم في ميزان حسناتك، إنا لله وإنا إليه راجعون. بس مواقع التواصل الاجتماعي فيها رسائل كتير وكلام كتير. كلام كتير، تمام. كلام كتير فعل. لأ، احنا كنا في الدفنة نعد على أصابع اليد الواحدة. قلت الناس صيام عندهم ظروف، هيجوا بالليل العزاء، أهي القاعة صورها، مفيش حد. أستاذة شيرين كانت قريبة من زمايلها الفترة اللي فاتت؟ هي شيرين كانت مريضة بقالها سنين، 2016 2017، وكانت علاقتها بالوسط مش قريبة للدرجة يعني المتعارف عليها يعني، وكانت ما حدش يعرف انها عيانه يعني. انا لما كنت بمثل معاها في مسلسل رمضان كريم ما كنتش عارف انها عيانه. هي كانت مريضه من وقت المسلسل؟ كانت مريضه، بس ولا كان حد فينا يعرف، او على الاقل انا ما كنتش اعرف. انا ما عرفتش انا متاخر جدا جدا، وحاولت اتواصل معاها في الايام الاخيره، فاعتذرت لي انها مناعتها ضعيفه جدا ومنعين عنها الزياره، وقالت لي ان شاء الله لما بقى كويسه يعني لازم تيجي، لان الناس كلها عايزين يشوفوك هنا في المستشفى وبتاع. انا مستاء جدا جدا طبعا من عدم الحضور، سواء في تشييع الجنازه او في الدفنه او في العزاء ليلا النهارده، قاعه فاضيه، شيء غريب يعني. يعني كلام كتير وفعل مفيش. كم الناس اللي بتعزي على وسائل التواصل الاجتماعي لا حصر لها، لدرجه ان حد بيقول انت بينك وبين ربنا ايه عشان كل الناس دي بتدعي لك؟ طب فين الناس دي؟ لا شفتهم في صلاه جنازه ولا في دفنه ولا في عزاء بالليل، قاعه فاضيه، مش عارف. لا تعليق. طب عدم ان هي ما كانتش بتقول ان هي كانت مريضه للزملاء، ده كان مش شايف حضرتك مبرر ليهم ان هم ما يحضروش؟ لا طبعا، كان كل الناس في الايام الاخيره عارفين انها عيانه وفي المستشفى وفي حاله خطره وفي ايامها الاخيره، كانوا بيكتفوا بالكلام فقط لا غير، بالتعليقات وبتاع. وانا تصورت ان هلاقي مظاهره في سواء في تشييع الجنازه او في العزاء او على المقابر، مفيش اي حاجه خالص يعني. معرفش الناس اللي بتيجي عزاءات عشان تتصور، لو ان هنا مش مفيش الكلام ده يعني، مش عارف مش عارف. أبقى إليه. شكرا.